الفكره نفسها كانت جديده ان يبقى في تحديات ناس بتطرحها كاستمرز او ناس مستهلكين اوريدي او ناس محتاجين يحلوا المشكله دي موجودين اوريدي في السوق. دي كانت فكره جديده علينا يعني ان حد يبقى عنده تحدي وبيروح لجهه ما زي يمكن ويطرح التحدي بتاعه ويبدا الناس يقدموا له حلول. ابتدت من على الفيسبوك من فتره طويله جدا تقريبا اول ما بداوا كان ليهم نشاط ملحوظ قوي في المسابقات، كانوا بيعملوا مسابقات متنوعه في ان الناس تبتكر حاجات. حاجه من الحاجات مثلا اللي كانت علقت معايا كان حد عامل جهاز بيساعد الناس في تمرينات الاطاله وان هم يعني نوعا ما يقدروا يحصلوا على طول اعلى في جسمهم. الابتكار هيضيف قيمه طبعا رهيبه جدا لان مشكلتنا الاساسيه في التسويق او في التقليد، لان تلاقي واحده عملت اكسسوارات فتلاقي فيسبوك كله اتملى اكسسوارات، الشارع واحد يفتح فيه محل موبايلات تلاقي الشارع كله قلب محلات موبايلات. فالابتكار هيضيف قيمه وهيخلي كل واحد من الانتربرينور دول يعرف يشتغل. الشيء اللي ممكن بأمله في يمكن الفتره القادمه ان هي تبقى طبيعه التحديات المطروحه عبر هذه المنصه تكون اكثر تنوعا وتستوعب مسارات مختلفه. في سببين، يمكن السبب الاولاني ان انا كنت عايز انتورك اكتر مع يمكن ستاف ويمكن تيم واشوف الناس برضو الانترستد اللي هي تبقى سولفرز تاني. الابتكار بالنسبه لي مش في السوفت وير بس، لا في الهارد وير وفكره التصنيع. ويمكن في الفتره الاخيره ده بقى منتشر بشكل كبير في مصر بسبب توافر تكنولوجيات ما كانتش متوفره قبل كده. ويمكن دي انا حاسس انها دي حاجه دورها مهم في رياده الاعمال في مصر الفتره الحاليه وهيفرق كتير في الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه نفسي ان احنا مثلا يبقى ايه يمكن كمان تليست لنفسها تشالنج ان هو ازاي يقدر يستقبل التشالنج بشكل افضل من كده. نفسي كمان ان هو يبقى فيه التشالنجز يبقى ليها زي فيديو، لو حد بيستعرض فكره يقدر يعرض لها فيديو بحيث ان هو ده يوفر وقت ومجهود برضه حتى على الناس بتاعت يمكن. يعني احنا بنرحب طبعا ان احنا نتعامل مع يمكن سواء كانوفيتورز او كناس بتدور على حلول لمشاكل معينه. شايفه يمكن حاليا تجربتها ناضجه جدا هتساعد الانتربرينور في مصر ان هم يتحركوا بشكل كويس، وهتساعد انها تربط ما بين اللي عنده احتياج واللي بينفذ له هذا النوع من الاحتياج. يعني مصر محظوظه ان عندك كل هذا الكم من المشكلات والتحديات اللي في الاخر لا تنضب، وده بيدينا دافعيه ان احنا كمان نطلق حلول مبتكره تساهم في حلها بشكل جيد. انا شايف يمكن وغيرها من المنصات اللي بتعمل في هذا الاطار بتمثل وسيله جيده جدا للربط ما بين اشخاص اصحاب التحديات واشخاص اصحاب الحلول وجعلهم على يعني على قناه واحده او اتصال واحد. شايف فعلا يمكن ليها بوتنشال كبير جدا لو هي هتاكت از بزنس انكيبيتر، ان هي فعلا بتخلي الناس فروم ان ايديا تو امبلمنتيشن للبزنس بتاعهم، وفي نفس الوقت بتدي لهم اول كاستمر للبزنس اللي هم بعدهم يقدروا يجرو يبقى معاهم كيس ستادي او كيس حصلت يوصلوها للناس. بالتعاون مع برنامج اكسبو لايف قدرنا نوري كمان لشركاء ما كانوش عارفين عن يمكن، قدرنا نوري لهم قوه الربط دوت حصل على ارض الواقع. قدرنا نجيب ناس كانت من 7 سنين شغاله معانا وابتكارات ناجحه وكمان اصحاب تحديات ساهموا بتحدياتهم في المنصه، قدرنا نربطهم مع بعض بشكل يعني فيري انفورمال غير رسمي خالص كاجوال حتى، والحمد لله ده كان مؤثر جدا وبيبين ان يمكن مش ما هياش بس منصه وشغل وتحديات وابتكارات، لا هي برضو مجموعه افراد بيجمعهم هدف واحد وهدف مشترك وهو الابتكار وربط الابتكار دايما والبحث العلمي بالصناعه.